دائما الفن عم بيكون دليل على الحضارة ووسيلة لإحلال السلام، وأكثر من هيك ممكن يكون طريق للعيش بالسلام الداخلي. ضيفتنا لليوم فنانة لها تجربة واسعة بمجال الفن، وأسقطت الفن وفوائده بحياتها الشخصية وأيضا حياتها المهنية، الفنانة السورية والكاتبة مدام سالي غنوم. أهلا وسهلا فيكي مرة جديدة معنا عبر شاشة سوبورو تي في. مساء الخير، مبسوطة كثير أني معكم بموضوع مهم ولطيف مثل الفن. أكيد نحن مبسوطين لتكوني معنا وتشاركينا أكيد بهاي التجربة. تعودنا يمكن دائما نحكي أكثر بجانب العمل، بجانب الاندماج وخاصة مع الغرب، ولكن اليوم موضوعنا هو رح يكون الفن. مثل ما شفنا بالبداية الفيديو كليب للأغنية اللي هذا الكليب هو من إخراج وأداء مدام سالي غنوم، خبرينا أكثر عن هاي التجربة الفنية. هلا حقيقة هذا الفيديو كليب كان أول تجربة لي بالإخراج بجامعة الأسترالية بالإمارات وقت كنت عم بدرس إخراج سينمائي، ونقينا هذا الموضوع من الأغنية بسبب الظروف طبعا اللي كانت عم بتعيشها سوريا وما زالت طبعا بال 2014، واخترنا هاي القصيدة أنا وزوجي الشاعر عصام يوسف اللي هو كتب الكلمات، والفنان شعلان الحموي اللي هو لحن ووزع هالأغنية عن الولدنة. وأكيد كلياتنا بنتمنى نرجع أولاد مثل ما بيقولوا، ونرجع سنوات كتير كبيرة لورا، لأنه الطفل بيعيش حالة من السعادة
بسبب عدم وجود هموم كبيرة براسه، ولسه ما تعرف على الحياة بشكل جيد. فبراءته وطفولته وبراءته اللي هو بيتسم فيها بتعطيه تمنحه السعادة. فكلياتنا أكيد بنتمنى نرجع لهي البراءة والطفولة. ومثل ما قلت بالبيت الأخير بيقول عصام إنه لو كنت بعرف في بحر بيردني للولدني تأشرب، ويا ريت في هيك بحر لنشربه كلياتنا ونرجع أطفال وبريئين. فأنا من خلال عملي كمدرس موسيقى قبل، أنا بحب الأطفال كتير واشتغلت معهم، فحبيت أني أختار هالغنية هي وكمان أهديها لأطفال سوريا أثناء فترة الحرب. فكانت أول تجربة إخراج لي أطلقناها على الأو تي في على قناة الأو تي في بلبنان، تجربة بحبها وعزيزة على قلبي كتير. أكيد كتير حلو، خاصة مثل ما ذكرتي العودة لبراءة الطفولة. خبرينا مدام سالي عن الرسالة الأساسية اللي ردت توصليها من خلال هذا الفيديو كليب، وأيضا من خلال الكلمات المنتقاة بهاي الأغنية. حقيقة الصدق، يعني الصدق، وأنه الإنسان يقدر يحلم ويقدر يوصل لأحلامه. كل الأطفال من نحن وصغار بيعلمونا أهالينا شو حاب، شو بتحلم تصير، شو بتحلم تكون. شفتي هلا شو بيعملوا فرسان، شو بيلبسوا تيجان، شو بيخسروا، شو بيغلبوا بالقصيدة. يعني الطفل دايما عنده حلم بيحب يوصل له، وبيتعب وبيكون صادق وهو صغير وقت اللي عم بيشتغل على الشغلة، لأنه بيعرف إنه هو رح يحصل عليها. فصدمتنا ونحن كبار وقت اللي بنحلم كتير وبنتعب وبنشتغل، وإنه بتحسي وقت اللي بتكبري إنه أنت ما عم تقدري تحصلي على الشيء اللي بدك إياه. فعم نقول يا ريت لو الكبير أو الناس اللي هن البالغين بيقدروا يكونوا صادقين مثل الأطفال، وبيقدروا يحلموا مثل الأطفال ليحققوا حلمهم. براءة الطفل وصدقه صح، هو الشيء اللي نحن نفتقده بحياتنا. صحيح، فهذا حابة أوصل له. طبعا إضافة ل الظلم الكبير اللي عم بيتعرض له الطفل بجميع أنحاء العالم اللي فيها الأماكن اللي فيها حروب، فتذكير للناس ببراءة الطفل وحقه أنه يعيش ويحلم. صحيح، هذا الحلم اللي موجود عند الكل، وخاصة مثل ما ذكرتي بالمناطق اللي عم بتكون فيها الحروب. مدام سالي، كون حضرتك من عائلة فنية، انت عم بتغني، وأيضا زوجك السيد عصام يوسف هو كاتب وشاعر، هو اللي كتب كلمات هاي الأغنية وانت غنيتي، شلون تقدري توصفي لنا هذا التناغم بيناتكن بالناحية الفنية؟ حقيقة هلأ عصام، أنا يعني طبعا شهادتي مجروحة فيه، أنا بحب خلاني أحب الشعر المحكي بطريقة كتير كبيرة، لأنه الشعر المحكي أنا من نوع يعني كنت قبل أحب، إنه بما أني أنا خلقت بحلب فأنا بحب الفصحى كتير، كنت قبل ما أتعرف عليه. ولكن طبعا مع أني ربيانة بجو فيروز وأغاني فيروز والرحابنة والقصيدة الفيروزية، يعني في كتير من أغانيها باللغة المحكية، لغة الرحابنة اللي أنا بعشقها وبحبها كتير. فحسيت في قرب كبير كمان أكيد بين عصام الشعر اللي بيكتبه هو، يعني الشعر المحكي المهم البسيط اللي بيقدر يوصل للناس. فأنا من عشاق القصائد المحكية. طبعاً في عنا شعراء مهمين كتير بسوريا وبلبنان، وجه لهم تحية أصدقائنا وبفتخر فيهم كتير. فحبيت أني يكون التعاون بداية بقصيدة أنا بعرف الشخص اللي كاتبها شو بيحس تجاه الإنسانية، وقديه بيكتب شيء حلو عن الطبيعة وعن اللون وعن الطفل وعن المرأة. فدايما هو التناغم موجود يعني بيني وبين عصام، سواء كان فنيا وحتى بالناحية المهنية، يعني بشغلنا كمان بالمطعم. فحبيت التعاون يكون بيني وبينه، وما زلت يعني أنا كتير بحب أني غني له دايما. حلو كتير، أكيد مهم يكون في تناغم والشعور بالكلمة والرسالة والإحساس اللي المراد أنه يصل لكل الناس. إذا بدنا نحكي هلأ مدام سالي عن الفن بشكل عام، إيش هو تأثير الفن بحياة الإنسان عامة؟ أكيد هلأ الفن هو ظاهرة من أهم مظاهر الإنسانية، أنا بعتبرها يعني بوجهة نظري، وهذا الشيء طبعا مثبت من عشرات وألوف السنين،
وقت يعني من ايام الكهوف، الانسان الكهف، وقت استخدم الرسومات للتعبير عن افكاره والتعبير عن احاسيسه ومشاعره، او حتى تاريخ المراحل الحياتيه والتاريخ اللي هو مر فيه. الفن بينما بالانسان، يعني داخل الانسان. طبعا الانسان ممكن بيكون عنده نزعة خير ونزعة شر. طبعا أنا هلأ عم بحكي بشكل اللي أنا بشوفه واللي أنا بحسه. تماما. فدايما ممكن الفن يكون مسخر للخير ومسخر للشر. طبعا هذا بيتم ممكن من خلال الرسم، النحت، الموسيقى، الشعر، الرقص، الغناء. برأيي الفن هو ضابط لإيقاع المجتمع الراقي والمحترم، وبالتالي هو ضابط لإنسانية الإنسان. مشان هيك منلاحظ أنه الدول الغنية والراقية بتشجع كتير وبتدعم مادياً المسارح والمهرجانات الثقافية والمشاريع الفنية لترقى بروح الإنسان وتطغى على وحشية الإنسان وغريزته، والتخفيف أيضا من الجريمة حتى وسوء سلوك الإنسان. صحيح، أكيد هاي النقاط كلياتها مهمة بجانب الفن. كمان نقطة تانية برأيك مدام سالي، إنه اليوم أي إنسان هو يقدر يتعامل مع الفن بنفس الطريقة بمختلف الظروف اللي هو عم بيعيشها؟ حقيقة سؤال مهم وحساس. يعني هلأ حقيقة الإنسان عم بيعيش حالات صراع عديدة بين أنه يأمن حياة كريمة لعائلته، وبين أنه يغذي روحه مثل ما بيقولوا. هلأ في كتير صعب أنه الفنان اللي عايش ببيئة فقيرة، خلينا نقول مثلا مثل سوريا اللي فيها فقر كتير وجوع والوضع المادي والاقتصادي والوضع المعيشي جدا صعب وسيء، إضافة إلى الافتقار للأمان، صعب أنه مثلا شاعر أو موسيقي أو رسام يقدر يركز على فنه، خاصة إذا هو عنده عيلة، بحيث أنه يأمن احتياجات عيلته، ابنه، مرته، أولاده، أهله. فكيف رح يقدر هالفنان أنه يركز على فنه ويبدع فيه وهو عنده هالأمور الحياتية اللي هي بتشده من ناحية الحلم وغذاء الروح والارتقاء بالروح إلى الواقع الإنساني اللي هو كتير صعب؟ يعني مثلا ممكن يكون عنده خلينا نقول صراع بين أنه بده يشتري تذكرة ليروح يحضر أمسية، أو أجار مثلا بده أجار حق أجار طريق، أو أنه يشتري شيء لابنه، لباس أو حتى ربطة خبز خلينا نقول. ف هذا الشيء يعني اللي بيعانوا منه طبعا المجتمعات اللي فيها حروب، خلينا نحكي عن يعني مثلا بسوريا كوضع اقتصادي. طبعا هلا في استثناء بسوريا، خلينا نقول عن الملتقى الثقافي بمشتى الحلو، ملتقى الدلبه ومهرجان الدلبه الثقافي اللي بيعملوه بمشتى الحلو. نعم. هو استثناء بحيث انه في كثير شباب وصبايا عم بيضحوا بكتير أمور للحفاظ على الفن والثقافة والتراث، لأنه نحن باعتقادنا، ونحن طبعا داعم لهم بملتقانا الثقافي، هي الملتقى الدلبة ببلجيكا بأنتوربين، نحن بنؤمن كتير أنه الفن بيحافظ على ثقافتنا وعلى تراثنا وعلى حضارتنا مهما كانت الظروف من حروب ومن مشقات ومن مصاعب. فتحية لهم، لأنه هن استثناء وبطولة بضمن ظروف سوريا القاهرة، قدرانين كل سنة، صار لهم 13 سنة هلأ، بيعملوا مهرجانات ثقافية ونشاطات ثقافية وفنية. صحيح، أكيد هاي حالة الصراع اللي ممكن أي واحد يعيشها بهالمنطقة، وتحية لكل الأشخاص اللي أكيد موجودين بسوريا أو حتى بغير مكان عم بيعيشوا بظل الضغوط، ولكن عم بيكملوا بهاي الملتقيات الثقافية والفنية لحتى يوصلوا الرسالة ويفرغوا حتى يمكن هاي الشحنات السلبية الموجودة جواتن. أكيد. هلأ بالنسبة لهون مثلا إذا بدي أحكي أنا عن المهاجر اللي أجى لهون لأوروبا، طبعا هل هو ممكن يعني يهتم بالفن؟ كمان في عنده هو خوف من المجهول. يعني هلأ ممكن هو عنده ظروف مثلا مأمن له ظروف مادية معينة حياتية لأله ولعائلته، ولكن هو بمجتمع غريب عنه، فهو
لساته عم بيتعامل مع المجهول، لسه عنده خوف، فهو ما عم يقدر كمان يقدر أو إنه يهتم بالفن، أو حتى يخلي أولاده يهتموا بالفن بسبب خوفه. وهذا الصراع اللي عايشه هو، إنه أنا هلأ قدران أأمن عائلتي، هل أنا ممكن أقدر أأمن عائلتي بعدين، بعد كم سنة، بعد 10 15 سنة؟ بده يأمن على أولاده بحيث إنه يدرسوا أو يمتهنوا شيء يقدروا يعيشوا منه، باعتبار إنه هو إنه الفن ما بيطعمي خبز. يعني بتعرفي نحن كيف مجتمعاتنا، نحن بنفكر يعني بهالطريقة هي. وكمان عدا عن المعتقدات والعادات والتقاليد اللي بتمنع أو بتحرم الفن، اللي في منهم البعض منهم مثلا حولوها لأغاني مثلا دينية، مثلا الرسم حولوا لخط، الخط العربي هو كمان نوع من أنواع الفنون، الطبخ صار كمان نوع من أنواع الفنون. ف يعني هي مقارنة بسيطة يعني بين كيف الإنسان ممكن يتعامل مع الفن ضمن ظروفه المحيطة فيه، سواء نعم كان ببلدنا أو بالمغترب. صحيح. كمان نقطة تانية مدام سالي إذا بدنا نحكي فيها، كيف استخدم الفن بشكل سلبي وما بقي بصورته الحلوة والدليل على الحضارة؟ أكيد. هلأ الفنون، ويعني إذا بدي أحكي عن الموسيقى بشكل خاص، يعني هي صارت مثل مخدرات. يعني بين إنما تكون غذاء للروح، فيها تكون كمان سم للإنسان. وعم ننتبه هلأ إذا عم بتلاحظوا كمان مثلي، إنه الفن عم ينحدر لدرجة مخيفة جدا، بحيث إنه أي فن أو أي موسيقى بتحاكي الغرائز الحيوانية بالإنسان هي اللي صارت مرغوبة. الفن الراقي، الكلمة الراقية المميزة اللي بتصنع الدهشة، ما لها قبول بالمجتمع. طبعا هو في أهداف، يعني الأهداف عم تتحول أهداف تجارية، يعني مثلا، وهذا الحكي مو من هلا، موجود من زمان كتير، بحيث انه المرائس والملاهي واستخدام المرأة كرقص يعني كسلعة، وسهرات المجون. ولكن مع انه الحياة عم تتطور، فالإنسان بدل ما ذوقه يتطور للأسف عم يتراجع كتير. يعني هلا انا مثلا الفنان الراقي كيف بده يستمر إذا ما في عنده شريحة جماهيرية عم بتشجعه وعم تدعمه؟ كيف بده يعيش؟ كيف بده يستمر؟ دائما التشجيع عم بيكون للأسهل ولا الأمور السطحية والفن السطحي الهابط اللي هو بيدمر المجتمع. يعني نحن مثلا ما فيك تحمي ابنك بالإنترنت مثلا أو بأي مكان من الأغاني الهابطة اللي تستخدم الكلام البذيء، الكلام اللي نحن بنخجل نحكي، يعني جينا نحن بنخجل نحكي نحن بيننا وبين بعيالنا. فهذا الشيء صار مستساغ ومباح، فنحن لوين عم نوصل؟ الفن كل ما له عم بيتراجع، عم بيأثر على حياتنا وعلى ذوقنا. الذوق انخفض كتير. يعني ما معقول الإنسان الراقي اللي هو مفروض يرقى بروحه ويسمو، إنه هو أي شيء بيحاكي غرائزه هو اللي يحركه، هو يكون السائد، هو يكون الصح. هذا شيء أنا أكيد ما بوافق عليه. يعني مثلا حتى كمان بلوم الفنانين اللي هن فنانين مشهورين كتير، أنت عندك القدرة تنقي موسيقى حلوة، وعندك القدرة تنقي كلام حلو وراقي وجميل. عنا شعراء يعني بكبروا القلب، شعراء حتى مهمين بأهمية، نزار قباني ومحمود درويش وجبران خليل جبران، عنا كتير. بس ولكن الذوق هذاك الوقت كان شيء، وهلأ صار شيء تاني. ما بقى نقدر الكلمة، منقول دايما أنه إيه، أنه الرحابنة كتبوا شيء كتير حلو ما بقى بيتكرر. لا، في كتير شعراء وفي كتير كتاب بيكتبوا شيء كتير حلو ومن نفس المدرسة تقريبا، وطوروا وأغنوا الكلمة خلينا نقول كمان اللحن والرسم، يعني بجميع المجالات، ولكن أنا عم بخص الشغلات اللي أنا في على احتكاك دائم معها. فليش أنتوا مثلا كفنانين مشهورين ما بتشجعوا الكلام الحلو؟ ليش بدنا نضل نعيد نفس الكلام؟ بحبك وبعشقك وما بقدر أعيش بلاك. يعني في شيء شغلات أحلى بكتير، وألا معاني وألا يعني دهشة. ما بقى في دهشة بالفن.
صحيح مع الأسف، ولكن لحتى ما نعمم كمان أكيد لسه في شريحة كبيرة من الناس اللي تحب تتذوق الفن الراقي، ولكن مع الأسف الصفة الطاغية صار الفن اللي مثل ما ذكرتي عم ينحدر نحو الأسفل. كمان نقطة ثانية، إذا بدنا نحكي عن دور الفن بالاندماج وأيضا تلاقي الحضارات مع بعض. هلا أنا رح أحكي عن تجربتي هون، يعني أنا رح أحكي عن تجربتي كيف إني أنا الفن اللي تربينا عليه واللي جينا لهون يعني على بلجيكا وخلاني يعني ساعدني إني أنا أعرف بين الناس هو كان الموسيقى والمسرح. فأنا من خلال فني قدرت شارك الفن السوري الأصيل من خلال المسرح، من خلال أمسياتي، وهيك انعرفت. وافتتحنا ملتقى دلبة الثقافي أنا وعصام وابني أندي بال 2020، وحكينا كمان قصة الدلبة اللي هي بسوريا كمان ومهرجان الدلبة، ونقلناه لهون. الناس كتير تقبلت هذا الشيء بشكل كتير جميل وكتير حلو. ما في أحلى أنك تشاركي فنك وثقافتك عن طريق أمسيات موسيقية أو شعرية أو مهرجانات أو حتى عن طريق الأكل اللي هو كمان يعتبر فن للناس. وبعتبر أني أنا نجحت أني أنا وصل الفن السوري الأصيل لأطباق نحن من أدمى بمطعمنا، وإضافة للكلمة والموسيقى واللحن الجميل والأصيل من خلال أمسياتنا ومن خلال ملتقانا. الناس هون بأوروبا كتير بتقدر الفن وكتير بتحترمه، ونحن عنا شيء غني كتير وثقافة غنية وحضارة غنية. فأكيد من أهم، أنا بعتبر من أهم خصائص الاندماج أنه مو بس أنا اندمج بهذا المجتمع، خلي المجتمع يندمج كمان معي وبثقافتي وبالشيء الراقي اللي أنا بحمله من بلدي لهون. صحيح. إيش الصعوبات اللي عم تواجهكن بالوقت الحالي كفنانين؟ هلأ حقيقة ما عم نقدر حقيقة نعطي فن بسبب الظروف الراهنة واللي عم بتمر فيها الدنيا كلها، يعني هلأ من حروب ودمار اقتصادي ودمار إنساني. يعني فأكيد الإنسان، تعرفي أنت الفنان بيكون حساس كتير، يعني ممكن يقدر يكتب كلمة ويقدر مثلا يغني، يقدر يعمل أمسية. بس عم نلاقي حقيقة أنا شخصياً عم لاقي صعوبة إني أقدر أعبر، لأنه أوقات منقول كمان يعني من كتر ما أنا مجروحين ومن كتر ما أنا موجوعين صعب نعبر. ولكن عم حاول هلأ هالفترة إني أرجع نعمل أمسيات تانية بالملتقى. عنا هلأ أمسية بسبعة ديسمبر بملتقى الدلبة اسمها بيت القصيد، رح نحكي فيها شوية شعر وشوية موسيقى من بلدان مختلفة، رح يجوا يحكوا بلغتهم الأم وكمان نترجم للغة الهولندية. وأكيد الكل مدعو لها عنا بملتقى الدلبة بمطعم الدلبة بسبعة ديسمبر على الساعة 7 المساء. فعم نحاول شوي شوي نرجع نعيش، لأن الحياة بدها تستمر وبدنا ننشر السلام وبدنا ننشر المحبة عن طريق الفن. أكيد إن شاء الله موفقين بأي رسالة عم تحاولوا توصلوها من خلال الفن وهذا الرقي الثقافي اللي عم بتقدموه. بختام حديثنا وبكلمة أخيرة تحبي توجهيها مدام سالي. والله بدي أختمها بقصيدة لعصام، نختمها بشعر، بلشنا موسيقى نختمها شعر. حلو. عنوان القصيدة؟ عنوان القصيدة شنطة. من ديوان تراب ما بيشبه حدا. تمام. شنطة. غيابك طلع من بيت أهله شاب، غيابك طلع من بيت أهله شاب، حامل معه شنطة فتحها وصب، ولما انتلت بالآه والسرساب تتوسع جروحه فرطها حب، بلش يسكرها بكاس غياب، صارت جروحه من الأراني تكب، مدري لأنه ضي أخلاقه، مدري لأنه الجرح ما بينضب.
حلو كتير، وشكرا لكل هذا الكلام والفن الراقي اللي حكينا فيه اليوم خلال حديثنا وخلال فقرتنا. كنا نتمنى أكيد يكون عنا وقت أكثر لحتى نستمتع ونتذوق الجانب الفني الموجود عند مدام سالي، ولكن إن شاء الله بلقاءات تانية مقبلة رح نستكمل هذا الحديث بمجال الفن. شكرا كتير لك مدام سالي غنوم للمشاركة الدائمة معنا عبر شاشة سبورة تيفي. شكرا كتير لكم لهاللقاء الجميل، وبتمنى لكم نهار دافي موسيقي. شكرا، شكرا كتير، وإلكي كمان يا رب.